السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله. بعد أكثر من أسبوع لقرار إيقاف تصدير نفط الإقليم، اليوم جرت الاتفاقات بين بغداد وكردستان بهذا الشأن اللي يعتبر تمهيد وتسهيل لتمرير مشروع الموازنة. فبحسب تصريح رئيس الوزراء فإن أي تأخير بالتصدير سوف يؤثر على الموازنة من خلال تأثير الإيرادات فيها، بالتالي الاتفاق المؤقت إلى حين الاتفاق على قرار النفط والغاز للإقليم في الموازنة تم اليوم وفق أطر قانونية ودستورية، محط ترحيب وإشادة من قبل الأوساط السياسية، خصوصا كون الاتفاقية تحمل بين طياتها معالجة الملفات العالقة عن طريق الاتفاقات حول بنود الموازنة وكذلك حل الخلافات بين الطرفين. أما في ملفنا الثاني من حصاد هذه الليلة مشاهدي الأحبة، فلا تزال تداعيات سرقة الأمانات الضريبية قائمة، ملفات فساد تتعلق بكبار الشخصيات السياسية المشاركة بالعملية ستتكشف قريبا بعد إعلان رئيس الحكومة عن قرب الإطاحة بها، خطوات نوعية لإحكام الطوق على المتهمين والذين يشغلون مناصب حساسة كما يبدو في الحديث. وتمثل هاي التحركات مجاهرات واستجابة سريعة لأولوية وطنية وتأسيس لمرحلة جديدة في التعاطي مع ملفات الفساد تقوم على مستويين العليا والدنيا دون إهمال أي منهما. مشاهدي الأحبة، هاي ملفات راح نتابعها ضمن حصادنا لهذه الليلة ونناقشها مع ضيوفنا الكرام، تتفضلون بقى ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، ورحب بضيفي الكريمين الدكتور حسام الربيعي عضو تجمع السند الوطني. حياك الله دكتور حسام ضيفا كريما، وكذلك ورحب بضيفي الكريم الأستاذ مصطفى حنتوش الخبير الاقتصادي، حياكم الله. دكتور حسام، رغم أنه اتفاق مؤقت هكذا أطلق عليه، فنتحدث اليوم وسأل حضرتك عن هذا الاتفاق لأي درجة راح يمهد لتأسيس الأرضية المناسبة لمحادثات من شأنها تسوية النزاعات المستمرة منذ 20 عام بين المركز والإقليم بخصوص النفط والغاز. نعم، يعني بعد الأمر تحية لك ولإدارة القناة ولمشاهديكم وكذلك الضيف الكريم مع حفظ الألقاب والمقامات. بصراحة اليوم دعنا نرجع بمراجعة تاريخية لأس هذا الخلاف المعلن ما بين المركزي وما بين الإقليم. هذا الخلاف ومتبنياته تم حسم جدليتها نتيجة لعدم وجود وضوح الرؤية حول كيفية التصرف للإقليم بنفط أو إدارة الإقليم بنفطها، وبالتالي هي جزء من حكومة اتحادية. واليوم كان هناك القرار الفصل لتوضيح تلك الجدلية والتي أوقفت عملية المضي بعملية تصدير نفط الإقليم إلى الخارج من خلال قرار المحكمة الاتحادية الذي منع إدارة الإقليم من تصدير هذا النفط عبر ميناء جيهان التركي. وبالتالي اليوم المجتمع الدولي والعالم الخارجي هو يتعامل مع الإقليم كجزء من الحكومة الاتحادية، وخصوصا في القرارات السيادية التي من غير الممكن أن تقفز عليها تلك الدول الخارجية وتذهب باتجاه التفرد من خلال إقامة العلاقات الاقتصادية أو عملية شراء النفط من الإقليم بلا موافقة الحكومة المركزية. لذلك اليوم إدارة الإقليم هي أحرجت أمام الجماهير الكردستانية والتي تطالب بسبل العيش وكذلك التأمين وتوفير الرواتب، ولذلك عملت على تغيير هذه الاستراتيجية من خلال الركون لطاولة الحوار مع الحكومة الاتحادية التي لم تتصرف إلا بطريقة دستورية واستعملت
التعليمات والقوانين النافذة من أجل حل هذه المسألة والخروج من هذه الجدلية. اليوم تلك الأموال هي تذهب لشعب أقليم كردستان والتي تعمل على توفير حاجاته الأساسية، لذلك يجب أن يكون هناك ناقل أمين لانتقال تلك الأموال، وكذلك وضوح رؤية لكمية المبيعات لهذا النفط من خلال شركة المبيعات النفطية المسماة بسومو. رأينا اليوم عملية الاتفاق المبرم هي من أجل معرفة الحكومة الاتحادية الحصص المباعة، وكذلك من أجل أن توظف أمامها الأموال أمام تلك طيب. وكذلك جزئية مهمة جدا هي عملية بيع النفط لأي جهة. يعني الحكومة المركزية اليوم مهتمة أن نفط الإقليم لمن يباع، وبالتالي اليوم الجميع ركن للأطر القانونية في عملية توضيح هذه الجدلية. نعم. طيب دكتور، خلينا ننتقل للأستاذ مصطفى حنتوش. أستاذ مصطفى، يعني شوي نبتعد عن الاقتصاد ولكن نتحدث عن استحداث المناصب وما يعود بلغة الأرقام على من يشغل هذا المنصب. نتحدث عن استحداث منصب معاون مدير عام لشركة تسويق النفط الوطنية سومو ومنحة للإقليم. هل يعد هذا رسالة حسن بادرة وضمانة من الحكومة الاتحادية باتجاه حكومة الإقليم؟ لا، ترى حضرتك ورحب بضيفكم الكريم ومشاهدي قناتكم الكرام. نعم، أعتقد أن هذا خطوة صحيحة باتجاه الصحيح. الإقليم هو جزء وشريك أساسي للدولة العراقية الحديثة بعد 2003، فبالتالي هم جربوا يعني جربوا يذهبون بعيد عن الحكومة الاتحادية وبعيد عن شركة سومو، وابتعدوا حقيقة عن هذا الموضوع. ويعني الآن لديهم شركات أكثر من 70% بلاك ليست، شركات مدرجة عالمية إن هي مشهورة باستخراج النفط. إذا هنا احنا بعشرة هم بعشرين 25 دولار استخراجه، وتقوم بعملية تهريب النفط هذه الشركات، وبالتالي تبيعها سوق سوداء. يعني إذا ينباع بالنفط عالميا 70 دولار ويبيعوك يا 55 دولار 60 دولار، أقل من السوق العالمية. ولديهم شركات هي حقيقية، شركات كذلك معتمدة عالميا. لكن لما مثل ما تفضل ضيفك العزيزة من المحكمة الاتحادية أحسنت بقرارها بإلغاء يعني موضوع نقطتين، إلغاء حقية الإقليم بالتصدير وإلغاء حقيته بالنسبة لخط جيهان التركي والعراقي الأصل، وإلغاء حقيقة شركة الوطنية لتصدير النفط الشركة العامة اللي أسست اللي على أساس شراكة تكون. الآن رجعنا السومو خليناهم جزء من سومو على شو على مسجد شركة عابرة وغير دستورية. فأعتقد المحكمة الاتحادية كانت قراراتها في هذا الموضوع جدا صائبة، وحقيقة ما نريد نقول احنا في حالة توافق جيد، لكن هي أجبرت الإقليم، أجبرتها على العودة إلى حضن المركز، وهذا الصحيح. هم جايبين شركات بلاك ليست تأخذ النفط 50 سنة من عندهم وبها مشاكل وتبيعها بسعر أرخص. هوب تعالوا احنا نبيع لكم بالسعر الرسمي، ايش قد عندك 400,000 برميل سلمني اياها، اكثر من 400,000 برميل حاجتك الداخليه التشقيد، ايش قد نقدر نتفاوض يا اوبك. فبالتالي اعتقد ان هذه بدايه جيده للتفاوض مع الاقليم والذهاب معهم الى تحديد الحصه وتسليمها والى ان يكونون جزء. واضافه الى هذا، ترى الاقليم قبل قرار قبل قرار المحكمه الاتحاديه مو بس موضوع تصدير النفط اذهب، لا، صعد البنزين والغاز والغاز على المواطنين في كردستان، سواها البنزين عاد ب1000 دينار والمحسن 1500. هذا شنو اللي سبب؟ 4 محافظات عندنا اليوم التهريب بهم جدا كبير. يعني عندك تهريب اللي خاص من كركوك، تهريب من الموصل، من صلاح الدين، من ديالى. الحكومة اللي تواجه مشكلة دي كلفنا تصفية البنزين مليارات الدنانير، ودندزة مدعوم يقوم بعملية تهريبة، وشوف البنزينخانات حقيقة سنوات طويلة تقف عليها بسبب هذا الموضوع. فهذا كله دعا المحكمة الاتحادية ودعا وزارة النفط للتحرك وإنهاء هذه الأزمة مع الإقليم. نعم، أعتقد أن صفحة جديدة بدأت مع الإقليم، يجب أن يكونوا مرنين جدا. قرار المحكمة الفرنسية الأخير أثبت أنه حقيقة العراق يمتلك الحق والسيطرة على جميع النفط الواقع على أراضيه، وحتى الحكومة التركية اللي هي في حالة تخرج من اتفاقية لوزان شوفها ثاني يوم نفذت القرار. ليش؟ لأن الأتراك يردون يطلعون من اتفاقية لوزان، ما يردون عقوبات أو قرارات دولية تعاكس خروجهم من لوزان، فثانية ونفذوا القرار، فشافوا الكرد انه ماكو غير انه يفاوضون مع المركز، وهذه بداية جيدة واهلا وسهلا بهم. احنا شعبنا الكردي نريد نفيده، بس بذات الوقت ما ينظر شعبنا المركز يعني في الوسط والجنوب. طيب دكتور حسام، نعم. يتحدث ضيفي الكريم عن عدم الضرر بملف النفط والغاز، ولكن لأي مستوى راح يمنح هذا الاتفاق، يمنح بغداد القدرة على الاطلاع على القطاع النفطي في كردستان ويشكل
يعني القضايا اللي تختص بقضية المبيعات. نعم. يعني تعرف أنه هذا الملف مسكوت عن ليس فيه شفافية إلى حد كبير. نعم. فبالتالي سلطة المركز راح تبرز في الاطلاع على كل هذه التفاصيل. نعم. يعني بصراحة اليوم احنا لدينا عملية السيطرة على حجم المبيعات هي مرتبطة بالعدادات الإلكترونية، وبالتالي اليوم قد تذهب الحكومة المركزية، إن كانت هناك، وأنا لا أعلم أنه كانت هناك عدادات إلكترونية منصوبة في يعني نقاط استخراج النفط الذي يذهب باتجاه المبيع فورا، وأن لا توجد هذه العدادات، فالحكومة المركزية وفق خطتها الاستراتيجية، وفق ما وظفت تلك العدادات في حقل قطاع المبيعات، في كذلك كما فعل شركة سومو، هي أيضا من الممكن من خلال الخطة الاستراتيجية القادمة تعمل على نصب تلك العدادات، وبالتالي يصبح من السهل متابعة. هنا سوف يكون أيضا هناك إشراف إداري، وإن كان هناك تمثيل للجانب الكردي في الشركة، فهذا لا يمنع وجود هياكل إدارية تتواجد داخل الإقليم كردستان تشرف على هذه المبيعات، وتعمل على نقل الرؤية بشكل كامل وحقيقي إلى المديرية المسؤولة عن هذه المبيعات. وبالتالي قد نشهد أيضا بالتزامن مع وجود هياكل تنظيمية إدارية لهذه الشركة تعمل في إقليم كردستان، وهذا طبعا يعني حق طبيعي للحكومة الاتحادية أن يكون لها تمثيل مركزي في داخل الإقليم. ممكن أن نشهد أيضا هناك شراكة استراتيجية في الملف الأمنية من خلال حماية هذه النقاط المبيعات وتواجد، وخصوصا نحن نعلم جيدا أن هناك قوة اتحادية الآن متواجدة في المناطق التي يتواجد فيها التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تعمل على خرق الأمن في حدود البلدين أو الحدود المتجاورة ما بين بلدان تركيا والعراق وإيران والعراق، والتي بين تارة وأخرى تعمل على خرق الأمن. هناك اتفاق على تواجد قوة اتحادية، فهذا المشهد هو متكامل. ولكن اليوم دعنا نسلط الضوء على نقطة مهمة جيدة. اليوم صفاء الجو ما بين الإقليم والمركز هو واضح من خلال المضي في تطبيق ما اتفق عليه، لكن هل يا ترى هذا الاتفاق سوف يرى النور وفي زحام الخلافات ما بين قطبي السياسة داخل الإقليم؟ ونحن نعلم جيدا هناك مناكفات وهناك مساحات للخصام كثيرة ما بين اليكتي وما بين البارتي، وهذا يجرنا إلى مساحة تفكير، هل يا ترى هذا المنصب الذي هو معاون مدير عام شركة التسويق النفطية سومو، وهو ذهب في يعني في محل التوازن والتمثيل إلى الأخوة الكرد، هل يا ترى هذا لمن سوف يذهب؟ لليكتي أم للبارتي؟ هذه ملفات داخلية بصراحة أيضا تلقي بظلالها عندما تزدحم وعندما تشتبك على صفاء الجو داخل طريقة التعامل مع الحكومة المركزية. الحكومة المركزية مع من تتعامل ومع من اليوم هناك إدارة حقيقية، لكن يوجد خلاف سياسي، هذا الخلاف يعمل على تعكير الجو داخل المشهد السياسي داخل الإقليم. لذلك نتمنى من الأخوة الكرد أن ينحوا هذه الخلافات على جانب ويضعوا خارطة الطريق جديدة حتى يتكامل صفاء المشهد وما بين المركزي وما بين الإقليم. دكتور حسام، يعني قضية التعامل مع من يبدو أن هنالك مشكلة أعقد منها، أكيد تتعدى إلى حدود الأموال. أستاذ مصطفى، نتحدث عن القيمة المضافة لهذا القرار، ما تضيف لخزينة الدولة من موارد، خاصة وأن أربيل لم تكن في السابق حيث كانت تعمل على البيع بالتخفيض، بالتالي قد راح ترجع هذه الصادرات على عائدات لخزينة الدولة؟ يعني خلينا نكون صريحين، أنا ما أعتقد هم راح يسلمون أكثر من اللي راح يأخذوه. يعني هم كانوا يأخذون 200 مليار بدون ما يسلمون ولا فلس واحد، هذا حتى أحكي السنوات اللي مضت. على هاي الموازنة يفترض يأخذون تقريبا 400 مليار إذا انقرت موازنة 23. زين، أنا أعتقد إنه هم راح يسلمون يعني 400 ألف برميل، إذا حسبوها حساب عنينية، إذا 400 ألف برميل بهذا الشهر تعادل 400 مليار، يسلموك 400 ألف برميل أو قيامها، يقول لك أنا حبيعها وتأخذ فلوسها من يمك. أما إذا يشوفوها زيادة دولار واحد أعتقد ملا راح يقسمون 400 ألف برميل. يعني ما متفائلين إحنا ما يسلمونا بحيث تجينا إيرادات أكثر من اللي نعطيهم إياه وتدخل خزينة الدولة الوسط بالجنوب،
ما اعتقد هذا الموضوع، اعتقد انه قد لا يكون سد بسد، وهذا جيد. يعني احنا السنوات السابقه كلها كنا نعطيهم بدون ما ناخذ ولا فلس واحد. زين هم دا يسوون هيك دا يقدمون لقانون النفط والغاز، يعني دا يهيئون نفسهم ان احنا عندنا اتفاق جزء من سومو دا نسلمكم تعالوا نقر قانون نفط وغاز. طبعا قانون النفط والغاز الفكره انه هو يسمح لهم بالتصدير، هذه الفكره الاساسيه، يعني لا نروح شائبات من اسرائيل، انه يسمح لكردستان بتصدير النفط دون الرجوع للمركز بنسبه محدده، يعني ويصير كردستان جزء. يعني مثلا اذا رحنا الاوبك، اوبك زادت مثلا مليون برميل للعراق، هم ايش قد نسبه تصديرهم من العراق؟ 20%، هم ياخذون من المليون زياده ايش قد؟ 20%، وهكذا هم يردون ياخذون جزء ثابت قابليه على التصدير. هسه هو ممكن مو مصعب، بس انا ضد هذه الفكره كرأي شخصي، يعني انا ضد ان نسمح لكردستان بتصدير النفط. ليش؟ لان هذا راح يمتح لهم محطه دوليه خارج الحكومه المركزيه، وهم اكثر من عندنا اداره، اكثر من عندنا قوه، فبالتالي قد يجي يوم من الايام ياخذوا من حصتنا. قد ما تطلع الامور ما اعرف، بس هم اكثر من عندنا تنظيم، اكثر من عندنا اداره، احنا شويه عندنا مشاحنات، ادارتنا ما زالت ضعيفه الى اليوم للاسف. فبالنتيجة أنا ضد هذا الموقف، ضد أنه قد يكون النفط والغاز نبقى على يعني تنظيم إيش قد أنت تنتج، قد تأخذ، شنو صادراتك، شنو اللي يسمح لك، نعم، لكن ما نسمح لهم بتصدير النفط دون رجوع إلى المركز، يعني حقيقة هذه خطوة خطرة. وعلى أصحاب القرار طبعا هم أكيد راح يدرسون الموقف، درسوها بشكل جيد، لا تستعجلون، ترى هذا الموقف قد يترتب عليه كثير من الأمور، ودرسوا هيك حالات. أضرب مثل بدون ما أرجع، مثلا اقليم مثلا القرن هذا اللي كان اوكرانيا، هذا شنو اللي سمحوا له فتره معينه وراها شنو اللي صار؟ درسوا عده حالات من هذا النوع، لما نطهم صلاحيه تعامل دولي من دون الرجوع الى الدوله شنو اللي صار بعدين. فعموما انا ضد انه يكون هذا الموقف مع تهدئه مع كردستان مع تسليم النفط، ويا ريت يا ريت يكون عندنا رؤيه يدخل بالموضوع بهذا النقاش موضوع المنافذ غير الرسميه، هاي دمرتنا، دمرت السوق. 21 منفذ غير رسمي، شو تريد بضاعه؟ طببوها، يعلبوها ويدزوا لنا اياها، هيئه المنافذ الحدوديه لا حول ولا قوه لها. يا ريت يدخل الاتفاق بهذا الموقف، لان تقريبا القطاع الخاص مالتنا انهار بسبب التهريب عن طريق الاقليم، حتى موضوع الدولار والسيطره على التهريب من الصعب. فاحنا يا اما نحل هيئه المنافذ ونرجع سيطره الصفره ونرجع نسلم الموضوع للجمارك والمخابرات طيب. والاجهزه الامنيه، يا اما ننجي تحل مع كردستان، لان اللي يصير حاليا ما يرضي القطاع الخاص نهائيا. طيب هنا عندنا هذا التأثير الداخلي دكتور حسام، ولكن ماذا عن التأثير الخارجي؟ هل هنالك أدوار وساطة خارجية ساهمت في هذا التقريب بين الحكومة حكومة الإقليم والمركز؟ نعم بصراحة اليوم يعني إدارة الإقليم هي تعاني من شحة العلاقات الخارجية، ورأينا أنه الحليف الاستراتيجي لهم هي الولايات المتحدة الأمريكية، كان لها يعني بيان واضح وصريح، وهذا سبب الحرج لإدارة الإقليم، وكان هناك ردا قاسيا وعنيفا حول طريقة التعامل ما بين الإقليم وما بين الولايات المتحدة التي تعد حليفا استراتيجيا لسنوات طويلة. وبالتالي اليوم هي الدول بصراحة الغربية والدول العالم تتعامل مع العراق كوحدة واحدة، وإن وصلنا إلى رؤية سياسية موحدة حول إقرار قانون النفط والغاز، أنا أتوقع وفق المعطيات المتوفرة أنه توجد إرادة سياسية على تنظيم هذا القانون لما يخدم في الداخل، ولا يعني نذهب باتجاه وضع فقرات فيه من الممكن تعطي شرخا حتى في سياسة التعامل الخارجية مع العراق كوحدة واحدة. واليوم العالم أيضا متيقن أن العراق الأفضل أن يعامل على أنه بسلة واحدة دون تجزيء ودون النظر إلى قصة الأقاليم أو الإقليم أو إدارة الأقاليم أو إدارة الإقليم بصورة منفردة بالتعامل مع الدول الخارجية. لذلك حتى المساعي التي كانت تذهب باتجاه توطيد العلاقة ما بين الاتحاد والمركز لم تكن هناك مساحة حقيقية من الدول الخارجية، بل هي كانت لديها مساحة له كافية في عملية إخماد المشاكل وعملية إدارة التفاوض والحوار ما بين الفرقاء داخل المشهد السياسي في الإقليم. وهذا ما شاهدناه من تحرك سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأيام
السابقة داخل الإقليم من أجل تقريب وجهات النظر، وخصوصا أن الأخوة في البارتي العفو في اليكتي لديهم رؤية للاستقلال من خلال المطالبة على أن يكونوا بعد يعني قرار حلبشة كمحافظة أن يكونوا إقليم بمحافظتين، وتكون لهم إدارة ذات شأن فني ومالي مستقل، تعمل الحكومة المركز على التعامل مع إقليمين كرديين من الممكن في المستقبل في حال بقاء هذه المشاكل معلقة ما بين أقطاب السياسة داخل الإقليم. وأنا بصراحة اليوم كرأي شخصي ومتبنى لا أحبذ الانفصال إلى إقليمين، وأتمنى أن يكونا إقليم واحد بإدارة واحدة، فلهما ومتفائل بهذا الاتفاق. وتتمنى أن يكون هنالك اتفاقا أن يلقي يعني بظلاله على صفاء المشهد داخل الإقليم. طيب أستاذ مصطفى، يعني بهذه المعطيات اللي تأكد أكون فراجة لهذه الأزمة اللي استمرت 20 سنة، وإن كانت مؤقتة نتأمل أن تكون انفراجة ثابتة، هل راح نشهد تسارع في خطوات إقرار الموازنة العامة بعد إزاحة هذه المعرقلات؟ الموازنة العامة قد تقرأ يعني يوم غد قراءة أولى، بعد ذلك تقعد اللجنة المالية البرلمانية تقعد تدرسها. هذه الدراسة يعني سيجوز أكو أطراف كثيرة منتظر الموازنة، تعيينات غيره، لكن دراسة الموازنة أمر مهم. ليش؟ البرلمان يمثل الدولة، ديمومة الدولة، الحكومة يتمثل حكومة منتخبة جاية، هاي الحكومة تقدم خدمات. لكن أكو رؤية عند الحكومات كلها، داعشي كل الحكومات عندها رؤية متفائلة، فذلك يشوف الدز موازنات ضخمة يقول لك أنا أريد أشتغل زين. فدور البرلمان هو شنو؟ هاي داعشي في كل العالم الديمقراطي هذا الشكل، دور البرلمان يقعد يدرس هذه الطلبات المقدمة. طبعا البرلمان هو اللي عنده صلاحية منح المستند الصرف، خلينا نكون واضحين، وسقف هذا المستند الصرف اللي هو قرار الموازنة. فالبرلمان راح يقعد يدرس الموازنة، يشوف توجهاتها، يدز على الجهات، قد يطول بيها يعني ما نعرف، يجوز اسبوعين، يجوز شهر، يجوز شهر ونص، يدرسوها، يدرسون تفاصيله، شذبوها من صلاحيتهم هي المناقلة والتخفيض زين. هذا دا احكي الجنبة المالية زين. بعد ذلك تعرض الموازنة للتصويت، هنا هي تأتي المعادلة فضلت بها حضرتك، انه من يصوت للموازنة؟ من اللي عنده مشاكل مع الموازنة ما يصوت بها؟ لكن انا اعتقد ان الموازنة ستمر إذا كانت بحجم اقتصادي معقول، ما راح يقدر أحد يعارضها. ليش ما راح يقدر أحد يعارضها؟ لأن الشعب العراقي كله مستفاد منها، من جنوبه إلى شماله، تعيينات تقريبا 3/4 مليون تعيين، مستحقات، ديون، من اللي عجبك. فهي موازنة حقيقة مهمة، احنا جايين من السنة ما عندنا موازنة، فأنا ما أعتقد السياسة تقدر توقف هذه الموازنة لسبب قوتها الاقتصادية. لكن من خلال منبركم الكريم نتكلم اللجنة المالية البرلمانية، لا تستعجلون، هذا مستند الصرف قد يكون لـ3 سنوات، والحكومة من حقها تدز مبالغ عالية، وانتم من حقكم تدرسوها، هذا مصالح شعب، ولازم انتم على كيفكم تدرسوها وتشوفون التفاصيل وتقررون شنو اللي يناسب الشعب وتقرروه، واحنا وياكم. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى حنتوش الخبير الاقتصادي على كثير الحوار في هذا الملف، وتتفضل بقى معي الدكتور حسام الربيعي كي نتابع بالملف الآخر. مشاهدي الأحبة، من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجدت رحابي بضيف الكريم الدكتور حسام الربيعي عضو تجمع السند الوطني، حياك الله دكتور حسام. وأرحب بضيفي الكريم الدكتور حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء، أهلا ومرحبا بحضرتك دكتور حسين. دكتور حسين، كثرت الأحاديث خلال المدة الماضية، هذه الأحاديث كثرت من أن قضية صفقة القرن تم تسويتها سياسيا،
لكن حديث رئيس الوزراء قبل يومين أشار إلى تورط شخصيات سياسية رفيعة المستوى بهذه القضية. أريد أعرف من حضرتك شنو التأكيد اللي ينفي ما سبق؟ يعني مساء الخير عليك، مساء الخير على ضيفك الكريم، مساء الخير على المشاهدين الكرام. أكيد تصريحات سيد رئيس وزراء الأستاذ محمد الشيع السوداني تأتي في إطار تطور التحقيقات الخاصة بسرقة القرن، وهذه التحقيقات طبعا تقوم بها هيئة النزاهة، وكذلك بالمقابل اللجان التحقيقية الخاصة بها، وكذلك بالمقابل متابعة وإسناد الأجهزة الأمنية الخاصة بشكل المؤسساتي، وهو ما عمل عليه السيد رئيس وزراء الأستاذ محمد الشيع السوداني بإعطاء الطابع المؤسساتي لعملية مكافحة الفساد، ولا أن نكرر هذه اللجان السابقة التي تكررت في الحكومات السابقة، وبالتالي نمضي باتجاه المؤسساتية ما بين الجمع بهيئة النزاهة ودارة التحقيقات الخاصة بها، وكذلك بالمقابل أنه وزارة الداخلية باعتبارها جهاز إنفاذ القانون الوطني، وهذا بالتالي ما جعل اللجنة التي يقودها السيد أبو علي البصري هي اللجنة الساندة لمسار هذا الموضوع. لكن بالمقابل التحقيقات تتم مع الشخصيات، وهذه التحقيقات على إثرها يتطور مسار إكمال هذه القضية سواء باسترداد الأموال، وكذلك بالمقابل بالذهاب بالجنات إلى المحاكم العراقية وفقا للقوانين النافذة، وكذلك بالمقابل القضية هي قضية معقدة كبيرة مؤثرة، كذلك الرأي العام العراقي تأثر بها، وكانت أولى القضايا التي بدأت بها حكومة السيد محمد الشيع السوداني مسارها الأساسي في مكافحة الفساد، وكذلك بالمقابل هذه القضية مرتبطة بأموال ليست سائلة، وليست كذلك بالمقابل قد تكون أموال داخل العراق وإنما أموال خارج العراق، وهذا ما ذهب إليه السيد رئيس وزراء الأستاذ محمد الشيع السوداني في تضمين خطاب مكافحة الفساد في السياسة الخارجية وخطاب السياسة الخارجية العراقية. ولذلك لاحظنا نشاط كبير الآن للسيد رئيس الوزراء في زياراته الإقليمية والدولية باتجاه عقد مذكرات التفاهم والتعاون في إطار الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وكذلك بالمقابل المسار الوطني وفقا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تعمل عليها هيئة النزاهة، وكذلك هيئة النزاهة ودورها المحوري الآن في عملية الاسترداد، بالإضافة الآن إلى الزيارات التي قام بها السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها حقيقة من الدول الأخرى التي قد يزورها خلال المرحلة المقبلة، في إطار توقيع اتفاقيات التعاون والشراكة بعملية الاسترداد سواء للمطلوبين أو كذلك للأموال، وهذا بالتالي هو إكمال لمسيرة مسار الدولة العراقية ومسار الحكومة العراقية التي يقودها السيد محمد الشيع السوداني في عملية استرداد الأموال من جهة، ومن جهة أخرى لاحظنا أنه الاتفاقية العراقية الفرنسية الآن تعمل على بناء القدرات، بالإضافة إلى انخراط الأمم المتحدة من خلال البرنامج المائي المتحدة في تطوير قدرات هيئة النزاهة، وكذلك تطوير القدرات القضائية وتطوير كذلك الجهات الرقابية داخل المؤسسات والوزارات، بالإضافة إلى الوكالات الدولية إن كانت للولايات المتحدة الأمريكية أو اليابانية أو الألمانية، أو كذلك بالمقابل جهود مجموعة الاتصال الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبالتالي كل هذه العمليات التي تجري الآن هي تذهب باتجاه أنه عملية تطوير آليات المنهاج الوزاري الذي حدده السيد رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشيع السوداني في عملية مواجهة صفقة القرن وغيرها حقيقة من العقود الأخرى التي يجري الآن عملية المراجعة، وخصوصا العقود الكبيرة بما يجب أن تحقق، وهذا هو الهدف الأساسي الآن للحكومة، المصلحة الوطنية العراقية، وكذلك الحفاظ على المال العام، وكذلك عدم هدر الأموال وهدر الفرص الاقتصادية للدولة العراقية، وكذلك بالمقابل عملية التوعية التي تقوم بها الآن الأجهزة مكافحة الفساد والأجهزة الرقابية، إضافة إلى دور البرلمان طبعا في هذا المجال عبر لجنة النزاهة، وكذلك بالمقابل تطوير التشريعات القانونية، وهذا ما تحدث عنه السيد رئيس الوزراء في مؤتمر بغداد للحوار في فندق بابل قبل أكثر من أسبوع، كان هنالك إشارة واضحة إلى ضرورة تطوير القوانين والتشريعات العراقية بما تتلائم مع تحديات الجرائم الاقتصادية التي تقوم بهدر المال العام. الحكومة الجديدة اتخذت كل هذه الإجراءات، ولكن ما رشح للإعلام عن طريق رئيس الوزراء دكتور حسام، يعني هاي شخصيات المشاركة لما توصف بأنها مشاركة في العملية السياسية، وكما يبدو أنها
ضمنيا قد تكون من الخط الأول. نعم. نتحدث عن هاي الملاحقة لهكذا درجات من الخط الأول، شو يؤكد أن هذا الموضوع؟ هل تؤكد بأن الحكومة لم تحمل المستويات العليا، الحكومات السابقة لم تحمل المستويات العليا المتورطة؟ هاي النقطة النوعية خلال سنوات ماضية نعم. كانت قضايا الفساد تعصب بصغار الرؤوس، هل هذا متغير نوعي في حكومة السوداني؟ نعم، تحية لضيفك الكريم. وبصراحة اليوم دعنا نوضح نقطة جدا مهمة، أن اليوم ما أفسدته الحكومة السابقة من خلال الإهمال المتعمد من عدم متابعة الهدر في المال العام، بالإضافة لعدم متابعتها للسراق الذين عبثوا في الأموال العراقية بطريقة مقيتة جدا. حجم السرقات التي الآن هي في مدار البحث وفي مدار التحقيقات هو مهول جدا. الاتهامات وجهت من خلال حديث رئيس الوزراء لشخصيات، وهو هنا يعني عندما طرح مفردة شخصيات ويعي ما يقول، قال شخصيات سياسية، وبخطاب آخر قال أن الأحزاب السياسية هي لم تذهب بأيديها باتجاه سرقة الأموال، لكن كانت هناك السرقات من خلال مواطنين الذين هم يعدون موظفين في جسد الدولة، لكن هذا المواطن قد يحمى من قبل شخصية سياسية. وأن السيد السوداني لديه الآن ومنذ تسنمه المهمة ثلاثة عوامل نجاح رئيسية يرتكز عليها. العامل الأول هو الحاضنة السياسية الداعمة التي دعمته وأوصلته إلى مرحلة تشكيل الحكومة، هذا أولا. ثانيا، هذا الرجل أعد منهاجا متكاملا للبرنامج الحكومي والذي يعمل على تنفيذ جزئياته بطريقة مرحلية، وهذا العامل الثاني. أما العامل الثالث الآن هو القدرة على اتخاذ القرار والذهاب بمضي بمساحات عجزت الحكومة السابقة على التدخل فيها، وهذه عوامل النجاح الثلاثة اليوم مكنته من انتقال من نقطة إلى نقطة أخرى بخطوات موزونة وخطوات تتسم بالدقة. وكذلك اليوم العمل المؤسساتي الذي أشار إليه الضيف، وكذلك الابتعاد عن اللغة الانتقامية حتى في التحقيقات. هذا اليوم المفاصل الحكومية وخصوصا المفاصل التي تعنى بشأن التحقيقات في قضايا الفساد هي تذهب لتوظيف جميع الأسس القانونية وتستخدم القوانين النافذة والتعليمات حتى في التحقيقات وتراعي حقوق الإنسان، وكذلك تذهب باتجاهات مساحات، هذه المساحات هي متشابكة. فسرقة القرن هي واجهة لعمليات أكبر قد تكشف في الأيام القادمة. وأن اليوم الداعمة السياسية الحقيقية لقرارات السيد رئيس الوزراء هي كفيلة أن يذهب باتجاه الكشف لخيوط التشابك ومن يمسك بتلك الخيوط. وهذا العمل المؤسساتي اليوم العراق يحتاجه بصراحة، كونه فقد منذ السنوات الماضية. فقدنا قيمة المؤسسات في العمل، كانت هناك بالسابق مكاتب المفتشين العموم كورقة ضاغطة باتجاه البحث عن الكثير من هذه الملفات. في السنوات السابقة عطل دور هيئة النزاهة، فلم نسمع حتى لدائرة التحقيقات أن هناك نشاطا متواتر كما رأينا اليوم. رئيس هيئة النزاهة ينتقل بملف إلى ملف آخر. اليوم تم إطاحة بمدير عقارات محافظة الأنبار ضمن شبكة، هذه الشبكة كبيرة جدا كشفت فيها الكثير من الخيوط، وكذلك اليوم هذه الخيوط قد تذهب باتجاه أيضا من هذه المحافظة إلى وجود تعامل في داخل المركز في العاصمة بغداد. ولذلك هذه الخطوات هي خطوات اليوم مكللة في النجاح، ونتمنى أن نستمر مع وجود الارتياح النفسي للمواطن، وهذا شيء مهم جدا. اليوم المواطن يعني لديه شعور عام أن هذه الحكومة قريبة له بطريقة وبمسافة جدا قصيرة. مناشدات تلبى في جروبات واتساب، اتصالات مباشرة على الوزراء، وبالتالي هذه جميعها عوامل تحف عمل رئيس مجلس الوزراء السيد السوداني وتدفعه باتجاه تنفيذ الاستراتيجية التي وضعها جزءا من منهاجها الحكومي، وهي الاستراتيجية التي تذهب باتجاه تقويض الفساد، لا نقول انهائه، كون الفساد انتقل من العشوائية إلى التقنين وإلى أن يكون بصراحة منظما
بطريقة مرعبة ومخيفة، لكن اليوم التكاتف في أجهزة الدولة يذهب باتجاه تقويض هذا الفساد، ثم نذهب باتجاه أن خلال السنوات السابقة أن بقيت الأمور تسير في هذا الاتجاه، من الممكن أن نرى يعني نقصان هذه العمليات التي تذهب باتجاه الهدر المالي للعراق بصراحة. نتحدث أيضا دكتور حسين بالإضافة لما تحدث عنه الدكتور الربيعي، نتحدث عن الواجهات السياسية الحامية للفساد، برأي حضرتك لأي درجة من الممكن أن تعرقل من جهود مكافحة الفساد وتقويض مساعي الحكومة لتحجيم هذه الآفة أو الجائحة كما سماها رئيس الوزراء؟ يعني أكيد وصف رئيس الوزراء بالجائحة هو كلام دقيق، لأن الرأي العام العراقي الآن يستنفر حقيقة هذه الظاهرة التي برزت في الوضع الإداري، وخصوصا في عمليات عمل الجهاز الحكومي، ولذلك تعمل الحكومة العراقية الآن بمسارات متعددة. دور القوى السياسية العراقية الآن من خلال ائتلاف إدارة الدولة، وهو الائتلاف الحاكم الآن للداعم للحكومة العراقية والتشكيلها طبعا، أنه يذهب باتجاه إعطاء السلطة التامة إلى السيد رئيس الوزراء في عملية تجفيف منابع الفساد من خلال خطوات الإصلاح الإداري والمالي، ومن خلال كذلك بالمقابل الأتمتة الإلكترونية، وكذلك بالمقابل تطوير الفرص والعدالة في أن يكون هنالك تنافس واضح جدا في السوق الوطنية العراقية، إن كان لدى القطاع الحكومي ولدى كذلك بالمقابل المستثمرين وعمل القطاع الخاص في حيازة هذه الفرص، وخصوصا في المشاريع الاستراتيجية أو المشاريع كذلك بالمقابل التي لها أثر اجتماعي في المحافظات، وخصوصا في المحافظات التي تعاني من مشكلة التنمية، تزايد معدلات البطالة، الفقر وغيرها كذلك من المؤشرات التي تجعل السيد رئيس الوزراء يهتم بها، ولذلك أعطيت الآن أولوية في الموازنة الاتحادية، وهذا بالتالي ما يجعل القوى السياسية العراقية تذهب الآن باتجاه دعم خطة السيد رئيس الوزراء من جهة، وكذلك بالمقابل الجهات الرقابية العاملة في مجال مكافحة الفساد، إن كانت هيئة النزاهة العراقية التي هي مرتبطة بكينونة النظام السياسي الجديد حقيقة والنظام الوطني العراقي بعد 2003، وكذلك بالمقابل ديوان الرقابة المالية الذي هو ديوان يمتلك من التاريخ والإرث الكبير. رغم هذه الأجهزة دكتور حسين، رغم هذه الأجهزة، ولكن كان بالواجهة أو وضع نفسه بالواجهة رئيس الوزراء عندما يقول أو عندما وضع الجهود المبذولة في قضية سرقة القرن كمعيار، إذا لم يجري محاسبة واسترداد المال العام فإن أي حديث عن مكافحة الفساد يعد عبثا. هذه المسألة بصراحة جعلت رئيس الوزراء بمواجهة الفساد، ليس الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد هي التي تواجه. شوف سيد أحمد، النظرية التي يتبعها الآن السيد رئيس الوزراء هي نظرية ذكية جدا، نحن يجب أن نبحث على الأموال والأشخاص والشبكات، وليس نبحث فقط عن الأشخاص والشبكات والشبكات التي قد تكون ثانوية. يعني ما تحدث به الدكتور حسام الآن حقيقة حول شبكة العقارات أو غيرها من شبكات التهريب المشتقات النفطية التي كانت كذلك أولوية بعد سرقة القرن، وبدأت الأجهزة الاستخبارية في تفكيكها تفكيك كامل جدا، وبإشراف طبعا السيد رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشيعي السوداني. الآن أنا أتوقع أنه قضية البحث عن الأموال هي قضية أساسية، لكن بالمقابل عملية الإصلاح الإداري والأتمتة الإلكترونية خصوصا في النقاط للجباية المالية للدولة وعائدات الدولة وخزينة الدولة، ولذلك الآن سنرى خلال المرحلة المقبلة تصاعدا في مستويات عائدات الأموال العراقية من الاقتصاد الغير نفطي، وهذا بالتالي ما يجعل العائدات المالية من قطاعات متعددة ستوازي حقيقة القطاع الأساسي وهو قطاع النفط، وبالتالي تجعل وهذه خطة الحكومة العراقية خلال المرحلة المقبلة في خفض يعني نسب مشاركة عائدات النفط في الاقتصاد والتنمية، وجذب قطاعات غير نفطية لكي تكون بدائل جديدة، صحيح تنمو بصورة قد تكون في بعض القطاعات بطيئة وفي بعضها متوسطة وفي بعضها متقدمة، لكن بالمقابل أن عندما تشكل حالة الاقتصاد العراقي ومساراته ومسارات العمل كذلك الإداري وتوفير البنية التحتية هذا مهم. كذلك بالمقابل الآن السيد رئيس الوزراء يحاول أن يهتم بالعنصر البشري وهو الموظف العراقي الذي يعمل في الجهات التنفيذية والرقابية، وكذلك بالمقابل في الجهات التي تعمل على الخدمة العامة،
ولذلك هنالك تركيز على عمليات تحسين الحياة الاقتصادية سواء بصورة غير مباشرة من خلال تحسين الخدمات، تخفيف أعباء الحياة العامة عليه من خلال يعني زيادة ساعات الكهرباء، تحسين قدرة الإنترنت، غيرها من الخدمات الأخرى. خدمة المواطن هي ثيمة رئيسية دكتور حسين، وهذا ما يجعلني وهذا هو يعني هدف أساسي. نعم، أسأل حضرتك دكتور حسام ما تفضل به الدكتور حسين علاوي عن أن خدمة المواطن تتجسد في مكافحة الفساد. في هذه الجزئية نتحدث عن الجدية في متابعة قضايا الفساد، وأيضا نتحدث عن وضع النقاط على الحروف وإنهاء مسيرة النهايات السائبة التي كانت سائدة في أوقات ماضية. هل راح يكون كفيل كل هذه الإجراءات كفيلة بإعادة ترميم ثقة الشارع بجهود مكافحة الفساد من قبل الحكومة؟ نعم، يعني بصراحة اليوم مع حجم التحديات ومع المدة الزمنية القصيرة لتسنم هذه الحكومة التي ليس هي اليوم خدمة المواطن هو ليس هدفا بقدر ما هو وسم لهذه الحكومة تم رفعه كشعار وكهاشتاج منذ تشكيلها، وبالتالي هو جملة من الأهداف وليست هدف واحد. اليوم مع التنويه للمواطن والمشاهد الكريم أن هذه الحكومة لم تتعدى الشهر الرابع من عمرها مع حجم التحديات وحجم الإنجازات المتوفرة داخل المرحلة الحالية، هي تسير بخطوات صحيحة، وهذه الخطوات الصحيحة هي التي سببت الارتياح النفسي. اليوم لدينا استبيانات واستطلاعات، واليوم حتى شاشتكم الكريمة هي لها دور جيد في عملية رصد الارتياح النفسي من خلال تواجدها في الشارع، وبالتالي هذا الارتياح اليوم هو لم يأتي من فراغ، لكن اليوم المواطن لمس يعني جدية في التعامل مع ملف الحاجات الإنسانية، ملفات عائقة وشائكة كانت تم ترحيلها، تمت معالجتها من قبل حكومة السيد السوداني، منها ملف المحاضرين والعقود المجانية وإلى آخره من الاستحقاقات للشهادات العليا والتوزيع وكثير من القصص، فضلا عن الخطة التنموية لفك الاختراقات المرورية والتي تعاني ما تعاني منها بالوجه التحديد والخصوص بغداد. هناك اليوم سمعنا أن وزارات تشترك في خطة استراتيجية تذهب باتجاه مجسرات وجسور، من الممكن خلال سنتين القادمتين تعمل على فك الاختراقات داخل العاصمة بغداد، فضلا عن مراجعات لكثير من القرارات ومن ضمنها قرارات تخص منح رخص الاستثمار بطريقة عشوائية. واليوم كل هذه الجنبات هي مرتبطة بشيء مهم جدا، وهي الاستراتيجية المتبنات في مكافحة الفساد، كون هذا الفساد هو معوق وهو إعاقة في عملية تقديم الخطوة. أي مشروع خدم اليوم إن كانت هناك سيطرة لأدوات الفساد عليه لن تصل الأموال بطريقة حقيقية وصحيحة لعملية توفير هذه الخدمة التي يتطلع إليها المواطن. ما ذكره ضيفك الكريم الذهاب والانتقال باتجاه التحول الرقمي، اليوم العالم بصراحة متجه منذ سنوات ماضية اتجه وتكامله في توفير البنية الرقمية، في توفير جميع الخدمات، هي الحل المثالي بصراحة لقطع الكثير وإيقاف الكثير من بوابات الفساد. انظر اليوم حجم التحدي العالي والكبير الذي مرت به الحكومة العراقية والمتمثل بفرق سعر الصرف. اليوم هناك هبوط، ومع الأسف الكثير من القنوات التي كانت تطبل لارتفاع الدولار اليوم الآن أمام انخفاض هذا الدولار هي صامتة ولم تأخذ هذه الورقة بجدية. لماذا هذا انخفاض اليوم؟ مستوى الدولار انخفض إلى دون 1500، وهو يقترب بصراحة مع وجود حزم التي تطلق من قبل إدارة المركزي. إذن كل هذه ملفات مترابطة مع بعضها، والعامل المشترك الأكبر هو مصلحة المواطن العراقي لما تقدم على كل المصالح. أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام الرباعي، عضو تجمع السند الوطني أثرية الحوار في الملفين، والدكتور حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء لهذه الإثراءات. شكرا جزيلا لك دكتور، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.